بلشت احب الاخراج والسينما من لما كنت صغير. كان عندي اخو فكان يسجل فيديو يحط عليه اغاني ما لها شغل بالفيديو، فكان بالنسبه لي سحر من وانا صغير انا ملقوف يعني. كبرت شويه ابي اعرف شلون يعني، كان في وايد كيوريوسيتي على هالموضوع هذا. دخلت شويه اكثر بروفيشنال، تعلمت شلون اسوي اديتنج، خلصت من الاعلام وعلى طول خذيت كورسز برا سينماتوجرافي. رجعت اشتغلت تلفزيون راي، اول برنامج لي كان برنامج فوزي دري. مساء الحب لكم. طبعا البرنامج كان بسيط تنفيذيا يعني ما كان في مجال للكرياتيفيتي، وكان انجح برنامج يمكن بالميدل ايست وقتها يعني. انا كان ببالي اني اشتغل بالادفرتايزنج، بس ظروفي اللي خلتني اشتغل تلفزيون راي. بعد 6 سنين طلعت فتحت شركه سينماجيك، مو متخصصة ان نسوي اعلانات، بس انا احب توتال ستوري، فاكيد ودي اسوي افلام، بس لان الاندستري ما تساعد. بس كان بالنسبة لي اقرب وانسب ميديوم قريب من الافلام كان الاعلانات. ظروف الانتاجية للاعلانات مشابهة حق الفيلم. افضل عمل سويته من وجهة نظر الناس يمكن كواليتي نت مال الهند، صورنا بالهند. افضل عمل وجهة نظري انا، في وايد اعمال يعني انا حلوه، في احبها مثلا دعايه المركز 2014 سويتها، وفي اعلان حق احمد السعدون. هالاعلان هذا انا احبه وايد لان حسيت وصلت التارجت المطلوب اللي كان يبيه العميل يعني. انا صراحه ما اشوف ان الاعلانات تشذب، ممكن في اكزاجيريشن، بس انا بيني وبين نفسي عندي شيء وايد مهم، الاثكس. اقرا وايد، try to do your best و overestimate yourself و always surround with people who believe what you believe.